السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في مخيمات أطمن، أكبر تجمع للمخيمات في الشمال السوري. طبعا الوضع هنا جدا مأساوي، الأمطار غزيرة جدا والخيم في وضع سيء جدا، الماء يدخل من كل مكان، وخصوصا أن العديد من الخيم هي مستحدثة بعد الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة منذ فترة ليست ببعيد. الشوارع تفيض بالأمطار مما يجعل الوصول للمساعدات صعب جدا، ولكن نحن هنا على الأرض مع الناس نفعل كل ما بوسعنا للوصول ومساعدة أهلنا والأطفال في المخيمات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا. لا والله طافت الدار وطافت الخيمة كلياتها. حسبي الله.